السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا شرح تحميل لعبة سابوي. تعالوا نخشوا الرابط اللي تحت في الديسكريبشن على أدوات المعلومات. هتلاقوا ان هو صورة والشرح هيبقى هنا، وهتلاقوا تحميل اللعبة او رابط تضغطوا عليه تخشوا على موقع ميديم فاير وتدوس داونلود ويبدأ وستار داونلود ويبدأ معانا التحميل. أنا طبعا عملت قبل كده فخلاص هيظهرلكوا على شاشة الشرح. أضغط عليه كليك يمين واستراك هير ويظهر لنا المجلد. المجلد ده ندوس عليه يس اوكي نيكست سي. تختار المكان اللي انت هتحطه فيه جيم. اوكي نيكست. ابدا مع فينيش. وانتهى اجازة التحميل. هشوفكو داخل اللعبة. وكذا قد دخلنا الى لعبة سابوي. نختار حسب شاشة الكمبيوتر. اختار بلاي هذا قليلا. وتبدأ اللعبة. وهكذا قد انتهت حلقتنا إلى هذا اليوم. سأقف في حلقة قادمة.